بس الناس تخش يا جماعه، الناس تخش تفضلوا. يلا ادخلوا يا جماعه بسرعه، اللي داخل يتفضل بسرعه شويه. اللي داخل يخش بسرعه شويه، خش جوه كده عشان ممكن ما تسعناش كلنا مره واحده. لا لا يا جماعه نرميهم بسرعه شويه، بسرعه نرميهم. يلا تاني دكتور كتب له حاجه، كل حاجه يا جماعه. احنا دلوقتي في المتحف، الكنيسة عملت متحف بيضم الآتي. أول حاجة احنا كنا عارفين وفي في المخطوطات بيقولوا إن البطاركة دفنوا في هذه الكنيسة. فكنا عدل. البطاركة دفن. ما كناش عارفين مكان الدفن. خلاص؟ والحتة دي احنا اكتشفنا إن فيها صناديق، والصندوق ده غالباً طلع فيه رفات ال 23 بطرك اللي كانوا موجودين هنا. في احد المخطوط كان في صندوق فيه العظام، طلعنا العظام دي وحبينا نجمعها ونطيبها وندفنها. في حاجه دلت على ان الاباء البطاركه مدفونين هنا، ولقطتها في النقابه دي. الباب ده بيدخل لدير، فكان كل الراهبات اللي مدخلين الدير كان اول ما يجي من هنا يقول لك ايه؟ اذكرونا يا اباء، اذكرونا يا ابائنا في صلواتكم. ما كانش في حاجه، اذكرونا يا ابائنا في صلواتكم. فعرفنا الكلمه دي متناقله وموروثه، ان هنا الارضيه دي بتزخر برفات القديسين ورفات البطاركه اللي كانوا موجودين هنا، فكانوا يقولوا اذكرونا يا ابائنا في صلواتكم. زي ما قلنا هنا كان في اربع كنايس، واحنا داخلين خالص عند الحته اللي وقفنا فتشنا فيها، لو بصيتوا في سلم يدخل كنيسه العذراء اللي احنا فيها دي، كنيسه العذراء حله الحديد او العذراء حله زويله. كان في وفي كنيسه هنا، هنستاذن حضرتك لو فتحنا لنا بعد ما نطلع على طول كنيسه موسيفين اللي كان بيصلي فيها ابونا ابراهيم العصفوري والمعلم